بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم تحية مباركة طيبة متميزة معطرة ممسكة هذه الليلة. هذه الليلة هي ليلة مباركة، هي ليلة 27 من شهر رمضان. هذه الليلة هي أرجى ليالي العشر لأن تكون ليلة القدر. فاللهم يا رب يا رب يا رب إننا نتوجه إليك بقلوبنا المؤمنة، إننا نتوجه إليك مع هؤلاء الكرام الذين اجتمعوا من كل حدب وصوب من أجل أن يدعوك دعوة طيبة صالحة يا رب. اللهم إنا نسألك أن تشرح قلوبنا للدعاء بين يديك، اللهم إنا نسألك أن تشرح قلوبنا لتلقي رحماتك في هذه الليلة المباركة يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحبة، قبل أن نبدأ بمنظومتنا اليوم والقصيدة، أود أن أركز على أمر هام جدا، هو أن نجدد النية وأن نطهر قلوبنا وأن نجدد التوبة وأن نجدد العهد مع الله عز وجل. فاللهم يا رب طهر قلوبنا وهيئ قلوبنا لطاعتك، هيئ قلوبنا في هذه الليلة المباركة الطيبة التي أكرمتنا يا رب بصيام نهارها، فأكرمنا يا رب بقيام ليلها، وأكرمنا يا رب بالدعاء فيها كما تحب وترضى. وسنقرأ إذن قصيدة لشيخنا الشاعر الداعية الكبير السيد أبي بكر بن علي المشهور العدني، وبعد القصيدة سيكون هناك مفاجأة في فقرة المبدعين لطيفة جدا جدا، فكونوا معنا بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتسامة الثغر في نظم ما جاء في مناسبة ليلة القدر، بالسند المتصل إلى ناظمها رحمة الله حفظه الله وبارك الله في حياته وعمره، وقد أجازني بها إجازة مباشرة فأرويها عنه مباشرة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الباعث، يعني السبب والباعث لهذه القصيدة، قال: الحمد لله المهيئ أسباب المنح ومعطي العطاء لمن تعرض للفتح، والصلاة والسلام على من يليق فيه المدح، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه. وبعد، فقد كان التداول بين طلاب العلم لليلة القدر وما يتعلق بها حديث أيام رمضان، وأشير علينا أن نجعل لها منظومة على غرار منظومات المناسبة الدينية. فطابت الفكرة واستخرنا الله وأجر الله ما أجراه، وتهيأت كتابة هذه المنظومة خلال العشر الأوائل والأواسط من هذا الشهر المبارك سنة 1438، ونسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها سببا في عمارة وقت المجتمعين على قراءتها، وبالله التوفيق. هذه مقدمة ناظمها، ثم بدأ ببيت من الشعر كعادته جعله لازمة وفاصلا بين كل مقطع ومقطع من مقاطع هذه القصيدة، فقال حفظه الله: على النبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الأبر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إذن هكذا صلوا على رسول الله كلما مررنا وكلما انتهينا من مقطع من مقاطع هذه القصيدة. المقدمة: الحمد لله الذي أجلى الفكر وقدر الأشياء من خير وشر، ومن بالإسلام وهو نعمة لأمة القرآن في بحر وبر، أنالهم فضلا وجودا ما له حد ولا حصر لمن في الله بر، سبحانه المولى الذي قد خصنا بأحمد الهادي المصفى من مضر، خير الأنام من أتانا بالهدى على طريق الحق من حيث صدر. وبعد، فاعلم أننا في نعمة كبرى بما قد من مولانا وسر، قد زادنا فضلا وأعطى منحة في شهر رمضان المحلى بالدرر. يجوز رمضان ورمضان لأجل الوزن. وخصنا بليلة ما مثلها بين الليالي، ليلة الفتح الأغر، ليلة قدر في الكتاب ذكرها بسورة تذكرها بين السور،
فيها التجلي من إله واحد على العباد المخلصين في البشر، من قائم وراكع وساجد وقارئ قرآن فيض وعبر. من ذا يحيط الفضل أو يحده في مثلها فيض لها لا يحتصر، أو في مثلها فيض لها لا ينحصر. نعم، لأنها منحة من لا غيره، رب الوجود الخالق المعطي الأبر، الواهب القدوس رحمن الورى، رحيمها الوهاب خلاق الصور. وهذه منظومة ضمنتها ما جاء عن ليلة فيض منتظر، فيها التجلي والرضا من ربنا لكل عبد قام فيها وابتدر، يرجو من الله الكريم فضله والعتق من نار العذاب في سقر. فنسأل الله الكريم همة ننال منها نفحة تجلي الكدر، نرقى بها في سلم التوفيق كي نسير في ركب الميامين الغرر، أهل التقى أهل النقى أهل الصفا، من صالح ومخبت يقف الأثر. على النبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الأبر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فضائل ليلة القدر وثوابها أو وثوابها: قد سميت بليلة القدر لما خصت بعظب قدرها مما بهر، كألف شهر فضلها فيما مضى مضاعفا إن شئت هذا المدخر. ليلة عدل وسلام وافر لا يخلص الشيطان فيها للأسر، ممن يقيم شرطها ويرتدي جلباب إخبات لمولاه الأبر. وأن فيها أنزل القرآن في غارح راء ليلة الفتح الأغر، تعادل الدهر المديد رتبة لما لها من بركات تنتظر، تفتح الأبواب في أوج السماء ويرفع البلاء من أمر القدر، ويكتب الحج لمن وفقه والعفو مكفول لمن بالذنب قر. ما جاء في ثوابها مقرر عن النبي المصطفى خير البشر، حرمانها حرمان كل الخير في طول المدى لمن تولى وبسر. جبريل يأتي قائدا كوكبة من عصبة الأملاك يطوون السفر، ينشرهم جبريل في الناس على أفجاج أرض الله من حيث صدر، يصافحون كل عبد مسلم صلى وقام ودعا نيل الوطر، يؤمنون دعوة الداعي متى ما قد دعا حتى إذا الفجر ظهر، عادوا إلى رحب السماء صعدا وقد عفى الرحمن صفحا وغفر. إلا لذي خمر وذي قطيعة وذي عقوق أو لشحناء ضمر، وآكل مال الحرام طمعا أو مال أيتام وسعي في ضرر، من قام فيها صادقا محتسبا ينال غفرانا لذنب قد عبر، ولو حضور مغرب مع العشاء في حدها الأدنى يثاب إن حضر. والاعتكاف في بيوت أسست من أول الأيام بالتقوى اعتمر، وكثرة استغفارنا وذكرنا لله والتسبيح في جوف السحر، وبذل مال لفقير مدقع وستر عار قد بدا ما يستتر، والنصح والتوجيه فيما ينبغي لمن وعى فضل الليالي واعتبر. على النبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الأبر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ليلة القدر المباركة إحدى ليالي شهر رمضان، وكما تلاحظون أيها الإخوة أن جميع الأبيات قد حرص الناظم حفظه الله على أن تكون من الأحاديث الصحيحة أو الحسنة أو
بعض الأحاديث الضعيفة التي يمكن أن يستدل في هذا بها في هذا الجانب، لكن مجمل ما في هذه القصيدة هو أحاديث مقبولة ومقبولة الاستدلال بها، وصاغها بهذه الصياغة الجميلة الرائعة البديعة التي تطرب الأسماع وتشنف الآذان. ليلة القدر المباركة إحدى ليالي شهر رمضان، قد ورد النص على تفضيلها بين الليالي مثل ما جاء الخبر في شهر رمضان وليس غيره، وكم لها شأن عظيم معتبر. في آخر الشهر لعشر بقيت، وقيل سبع للحريص مدخر. تواتر الحديث في أوصافها وما أعد الله فيها من نظر. واختلف التعيين في ليلتها ووقتها الأوتار في العشر الغرر. وقيل في السبع التي قد بقيت، ومن يردها يلتمس وقت السحر. وقيل في ليلة بدر مثلما قد جاء في القرآن وصفا مشتهر. وقد بدا خير الأنام ليلة ليخبر الأصحاب عنها في حذر. فكان أن لاحا فلان غيره، فرفع التعيين مما قد بدر. وقال طه التمسوها طلبا في العشر أو في السبع أوتارا غرر. وقال قد أريتها في ليلة، لكنني أنسيتها محض القدر. سجدت في ماء وطين صبحها، علامة تبقي على الوجه أثر. فجاءت الأمطار في ليلتها، وسجد المختار في طين المطر. وليلة تذاكروا ظهورها، فقال طه من رأى ضوء القمر. كمثل شق جفنة أريتها من آخر الشهر كما جاء الخبر. والاختلاف حكمة في أمرها، سلم لهذا الأمر إن شئت الظفر. فحكمة المولى لها غاياتها، تأتي على ما يقتضي أمر القدر. وكم ترى مجادلا في شأنها، فاغنم صفاء الوقت واتركهم وذر. يا سلام، يا سلام على التوجيه من هذا الناظم حفظه الله. إن ليلة القدر كما تلاحظون أيها الإخوة، كما جاء في الأحاديث الكثيرة، جعلها الله عز وجل مبثوثة في العشر الأواخر، ثم رجاها أن تكون في الأوتار، ثم رجانا أيضا أن تكون في السابع والعشرين من شهر رمضان، وذلك حتى نعمل ونجد ونبتعد عن الجدال ونبتعد عن الملاحاة. فلقد تلاحى رجلان على باب المسجد، أي أخذ كل واحد منهم بلحية الآخر. هذا الأصل في الملاحاة. ما هو الأصل في الملاحاة؟ أن يأخذ كل واحد بلحية الثاني ويقول له أنت فعلت كذا، لا أنت الذي قلت لك كذا، أنت الذي قلت كذا. فشد كل واحد منهم بلحية أخيه، هذا يسمى الملاحاة. ثم استعير المعنى إلى أي خلاف وإلى أي جدال يسمى ملاحاة، فيقال لاحى فلان أخاه أي جادله. فنهانا الله عز وجل ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الملاحاة، وحرمنا من تحديد ليلة القدر لحكمة يراها الله عز وجل، لحكمة يراها الله عز وجل. إذن فعلينا أن نركز الليلة هذه ونبتعد عن الجدال ونبتعد عن الملاحاة ونبتعد عن الخصام ونبتعد عن كل سوء في أعماقنا، أن نبتعد عن كل سلبية في داخل قلوبنا. إذن فحكمة المولى لها غاياتها، تأتي على ما يقتضي أمر القدر. وكم ترى مجادلا في شأنها، فاغنم صفاء الوقت واتركهم وذر. لأنها ليلة سر خالص، فيها انفعال واضح لكل بر. قد خفيت لحكمة وظهرت، فضائل لحكمة تجلي النظر. باقية لآخر الدهر على مر الزمان مثل ما نص الخبر. على النبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الأبر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم ويوصي به في ليلة القدر. قد جاء في الآثار أن المصطفى يحيي بها الليل إذا الليل اعتكر. يا سلام. معتكفا عشر الليالي كلها، وموقظا لأهله وقت السحر. يشد للمئزر فيها قانتا لله، لا يلوي على دنيا البشر.
وسألت عائش عنها لو رأت ماذا يقال من دعاء مختصر. عائش، هذا ترخيم لعائشة رضي الله عنها، كان يرخم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسمها، يعني كان يدللها، ولغتنا نحن المعاصرة يسمى التدليع. كيف اسمها عائشة، فيجوز في لغة العرب أن يقال عائش أيضا، والعوام يقولون عيوش أيضا، هذا يعني من التدليع، وهذا مستخدم ولا بأس به. إذن وسألت عائش عنها لو رأت ماذا يقال من دعاء مختصر، فقال قولي يا عفو عافنا أنت الذي تعفو لمن منك اعتذر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا الله يا الله يا الله، في هذه الليلة تجلى علينا باسمك العفو، يا عفو يا كريم، أعتق رقابنا من النار. يا الله يا الله يا كريم، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا ويرى صفاء قلوبنا، يا ربي قد أنخنا مطايانا ببابك، فلا تردنا هذه الليلة إلا وقد غفرت لنا يا رب. وسألت عائش عنها لو رأت ماذا يقال من دعاء مختصر، فقال قولي يا عفو عافنا أنت الذي تعفو لمن منك اعتذر، وسن فيها الذكر أو حر الدعاء، ومثله القرآن في طول السهر، كذا صلاة الوتر صلاها ولم يترك صلاة الليل من حيث استقر، أما التراويح ليال قامها ولم يواصل فعلها بين الزمر، بل قال أخشى فرضها في أمتي ولم تعد إلا على عهد عمر، أقامها 20 صارت سنة وموقفا منه استمر وانتشر، وقد رأى المختار حبلا قد بدا بين الخباف العشر لما أن عبر، فقال ما هذا، فقالوا إنما لزينب تقوى القيام في السحر. يعني إحدى الحوادث التي حصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد فرأى هناك خيمة منصوبة ورأى حبلا منصوبا بين عمودين، فسأل ما هذا الحبل؟ قال هذا وضعته زينب رضي الله عنها حتى أنها إذا وقفت تصلي ونعست ووقعت هكذا من شدة نعاسها الحبل يعني يذكرها فيمسكها. هذا مبالغة في العبادة، مبالغة في العبادة، ولكنه دليل على شدة حرص الصحابة رضي الله عنهم على قيام الليل، حتى إنهم وضعت إحداهن حبلا حتى إذا نعست وأرادت وكادت أن تقع من النعاس الحبل يمسكها. يا سبحان الله على شدة حرصهم، ولكن مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بأمته والحبيب الموجه المربي ماذا فعل؟ اسمعوا لهذه الحادثة، لخصها الناظم فقال وقد رأى المختار حبلا قد بدا بين الخباء، الخباء يعني الخيام، بين الخباء في العشر لما أنعبر، كانوا ينصبون هكذا خيمة صغيرة يعني في ساحة المسجد. نعم، فقال ما هذا، فقالوا إنما لزينب تقوى القيام في السحر، فقال البر أردت النكذا، وقطع الحبل وقال لا وزر، عليكم فعل الذي يطاق من طاعة ربي دون إحداث ضرر، أو عليكم فعل الذي، فعل أصح، لأنه عليكم هذه يعني اسم فعل أمر أي إلزموا، عليكم بمعنى إلزموا، فالاسم الذي يأتي بعد كلمة عليكم يأتي منصوبا مثل عليكم أنفسكم، فصحيحوا هذه، عليكم فعل الذي يطاق من طاعة ربي دون إحداث ضرر. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لا يحب رسولنا صلى الله عليه وسلم المبالغة في كل شيء حتى في العبادة، ولكن من قام الليل كله هذا ليس مبالغة، ومن قام قليلا ونام قليلا أيضا حسن، ومن قرأ القرآن فيها فهو حسن، ومن قضاها بالدعاء فهو حسن، والمهم أن لا نقضيها على المسلسلات والتلفزيون والكلام الفاضي، أو أن نقضيها في جدال في الأسرة، إن كان هناك جدال أو نزاع بينك أيتها المرأة وبين زوجك اليوم لله تعالى اتركيه، إن جادلك زوجك فقل له سيدي اليوم ليلة القدر، اليوم ليلة القدر، لله تعالى لنترك هذا الجدال، لله تعالى لنصفح عن الآخرين، لله تعالى لنسامح كل من أخطأ معنا، لله تعالى. على النبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الأبر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، صلوا على رسول الله.
علامات ليلة القدر ليلها وصبحها، أشار أهل أو ليلها وصبحها بدل، يكون علامات ليلة القدر ليلها وصبحها، يعني بدل يكون. أشار أهل العلم عن أخبارها ما يقتضي شرح العلامات الغرر، ليلتها سمحاء لا حر بها، باردة من غير ما ثلج وقر، ولا سحاب في السماء ثائر، ولا رياح أو يرى فيها خطر، وشمسها بيضاء في الصبح ترى، باردة شعاعها عند النظر، لكثرة الأملاك حين يصعد إلى السماء حجب عين البصر، من مغرب الأرض إلى مشرقها شبرا بشبر يملؤها بالزمر، في كل أرض حجبها مقرر بحسب الوقت متى الضبط استقر، فالليل في مداره منتشر في كرة الأرض بطيئا حيث مر، والسر في التصديق من غير امترا، ومن يماري دعه في الغي وذر. تمام تمام. والسر يا إخواننا في التصديق، صدق ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق صدق ذلك. الملائكة تزدحم في أجواء السماء، تنزل الملائكة زمرا زمرا، أفواجا أفواجا، تسيح في الأرض، فإذا رأت مجلسا مثل مجلسكم هذا انضمت إلى مجلسكم، ووضعت أفواهها على أفواهكم، وتنشقت عطر ذكر الله عز وجل من أفواهكم، يا من تذكرون الله عز وجل، فتنقل الملائكة أذكاركم، وتنقل الملائكة دعاءكم إلى السماء، فتضج السماء بالملائكة، وتعج بهذا الصعود والنزول. نعم، فيؤثر ذلك على نواميس الكون كلها، فلا عجب عند ذلك أن تخرج الشمس لا شعاع لها. والسر في التصديق من غير امترا، ومن يماري دعه في الغي وذر، فكم ترى من غافل عن فضلها، وكم ترى من جاهل غر بسر. ما معنى غر؟ شوف جاهل، غر، الغر هو يعني المغرور، هو المتكبر، الجاهل الذي لا يدري ماذا يفعل. وبسر، هذه بسر عجيبة جدا، بسر هي عبسة ولكن أشد من العبوس، عندنا مرتبتان أيها الإخوة، وهذا من بلاغة القرآن العجيب، ثم عبسة وبسر، من هو الوليد ابن المغيرة، وهذا تعبير في منتهى الدقة. يقول العلماء العبوس هو أن تقطب ما بين الحاجبين، هذا عبس، ولكن بسر هي العبوس المؤلم البشع الشديد الذي يريد صاحبه أن يظهره أكثر، هو مرتبة أعمق من العبوس، عبسة وبسر، أي هكذا أظهر يعني الشيء، وهو مأخوذ من بسر القشرة، ولا مؤاخذة مأخوذ منه البواسير أيضا لأنها مزعجة جدا. تمام، بسر. ولذلك اقرأوا الآية الآن لتدركوا معناها الدقيق العميق، ذرني ومن خلقت وحيدا، من هو الوليد بن المغيرة، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، نظر هكذا في محتارا، ثم عبس، ثم بسر، يعني أظهر أشد أنواع العبوس لديه، حتى أصبح وجهه والعياذ بالله يعني شيئا عجيبا، بسر. فعند ذلك ماذا سيقول في هذا القرآن؟ قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فجاءت الآية فقالت سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. رأيتم هذه القافية ما أجملها، وهذه الآيات ما أروعها، وهذه الفاصلة ما أبدعها. إذن فكم ترى من غافل عن فضلها، وكم ترى من جاهل غر بسر، وكم ترى في عصرنا من تائه، في مهمه الدنيا على كر وفر. يعني بعض الناس تتكلم له عن ليلة القدر فيعني يلوي شفتيه ويعبس في وجهه ويقول يعني معقول أن الله يغفر لكم في هذه الليلة كل شيء، والله أنتم مساكين يا مسلمين، يعني هكذا دراويش، أنتم دراويش. بعض الناس العلمانيين هكذا يعني ينظرون إلينا، ولكن نحن والله في نعمة لا يعرفها الملوك، لا يعرفها الكبار، لا يعرفها
كل أولئك الذين يعترضون من جاهل غر بسر. بعض الناس ينظر إلى هذه الآية المعاني وإلى هذه المعجزات وإلى هذا الكرم الرباني الإلهي فيعبس ويبصر بسر أيضا. يعني هذا تصوير رائع ودقيق وبليغ من الناظم حفظه الله تعالى. فإذا آمن بأن فضل الله عظيم، وآمن بأن فضل الله واسع، وآمن بأن هذه الليلة يمحو الله عز وجل بها ذنوبك كلها إن شاء الله، ويغفر لنا الله عز وجل ويسعدنا فيها بإذنه تعالى. الله. والسر في التصديق من غير امترا، ومن يماري دعه في الغي وذر، فكم ترى من غافل عن فضلها، وكم ترى من جاهل غر بسر، وكم ترى في عصرنا من تائه في مهمه الدنيا على كر وفر، تأتي ليالي القدر في أوقاتها، والقلب مشغول عن الفتح الأغر، والنفس لا تهوى سوى ما سرها من لذة المألوف ما بين البشر، إن كانت الليلة هذه وعدها فأكرم إلهي العبد أنت المدخر، فلتعطنا من فضلها أجزله والحاضرين ولمن أوصى ومر، آمين منك الفضل يرجى دائما يا مكرم الجاني بعفو لا يذر. على النبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الأبر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ما يجب على المسلم فعله في ليلة القدر من واجب المسلم في أوتارها تعرض لنيلها بحرا وبر، أي كنت في البر أو في البحر تعرض لنيل بركات وأنوار ليلة القدر. صلاته العشاء في جماعة، والفجر والليل القيام في السحر، إلى التراويح ووتر ودعاء، وكثرة الذكر لمولانا الأبر، مع الصلاة والسلام كلما أحيى الفتى ليلتها بالمعتبر. صلوا على رسول الله. وليغتنم ليلتها بزورة للوالدين أو لشيخ معتبر، يعني قم بزيارة للوالدين إن كانوا بعيدين عنك، وإن كانوا قريبا منك في نفس البيت فزرهما وقبلهما وقبل رأسهما ويديهما وأقدامهما وتمسح بهما واجلس بجوارهما وتقرب إليهما، فهما النجاة إن شاء الله، برهما هو النجاة. وليغتنم ليلتها بزورة للوالدين أو لشيخ معتبر، يدعو له بالخير أو ذي رحم يوصله أو صدقات تبتدر. بادر بصدقة ولو بشق تمرة، بادر في هذه الليلة تسجل لك بإذن الله تعالى في ميزان عظيم جدا. يدعو له بالخير أو ذي رحم يوصله أو صدقات تبتدر، ولا يشاحن أحدا بل ينبغي تسامح والعفو عما قد صدر، من جار سوء أو صديق مسرف قد قال شيئا أو أتى محض القدر. يا سلام يا سلام، ما رأيكم إخوتي استجابة لهذا الكلام؟ أن تصوغ رسالة يعني في سطرين أو سطر واحد أو سطرين، رسالة مختصرة، وأن ترسلها لأشخاص أنت مقاطع لهم من زمان أو هم مقاطعون لك من زمان، على الأقل شخص أو شخصين أو ثلاثة، لأجل الله تعالى، لأجل الله تعالى أرجوكم أن تقوموا بهذا العمل هذه الليلة. اليوم اكتب رسالة رقيقة جميلة وقل لأخيك في ليلة القدر المباركة الطيبة، أرجوك أن تسامحني وتعفو عني، ولئن أخطأت معك سابقا أسأل الله لي ولك الرحمة والمغفرة والغفران في هذه الليلة المباركة الطيبة، أرجوك أن تعفو عني وأن تسامحني، وأسأل الله لك الرزق والبركة والعافية، وادعو الله له. ما رأيكم أن تفعلوا هذا ليس مع أقاربكم فقط، هذا أمر مفروغ منه أن تفعلوه مع أحبابكم وأقاربكم، ولكن أريد أن تفعلوه مع أشخاص عادوكم سابقا أو آذوكم سابقا أو فعلوا معكم شيئا مؤلما في السابق أو جرحوا مشاعركم في السابق، أرسلوا لهم هذه الرسالة لأجل الله تعالى. ولا يشاحن أحدا بل ينبغي تسامح والعفو عما قد صدر، من جار سوء أو صديق مسرف قد قال شيئا أو أتى محض الضرر،
وليقرأ القرآن في صلاته، وليجعل القرآن معشوق السمر. يا الله، اجعلوا القرآن أيها الإخوة بجواركم، أمسكوه، ضموه إلى صدركم، اجعلوه بحضنكم، اجعلوه طول السمر، السمر السهر يعني، اجعلوه معكم طول اليوم طول الليلة، لا يفارقنكم كتاب الله عز وجل. وليقرأ القرآن في صلاته، وليجعل القرآن معشوق السمر. وكم ترى من قارئ مرتل وحافظ مستغرق يقرأ السور، وليجعل الأوتار مثل غيرها، لا يرتكس في الإثم إن غاب القمر. ولا يقل قد ذهبت وما لنا حظ ولا نلنا كما نرجو الوطر. وقال أهل العلم إن يومها كليلها الثواب فيه معتبر، أي بعض أهل العلم قال إن فضل ليلة القدر يستمر حتى يومها، حتى اليوم الثاني. وطبعا فيما بعد بعض الناس بعد 27 خلاص يرجعون إلى المعاصي ويرجعون إلى الخطأ وإلى الخلل وهكذا، لا أبدا، يوم 28 مهم، ليلة 29 مهمة، ليلة العيد أيضا مهمة، فلنستمر على الطاعات حتى بعد انتهاء ليلة القدر. وقال أهل العلم إن يومها كليلها الثواب فيها معتبر، فالشهر في ساعاته ما يرتجى ليلا نهارا، فالكريم لا يذر أوله مماثل آخره، فاغنم جميع الوقت واحذر فعل شر، واحرص على نيل الثواب دائما، فالله باق لو مضى الشهر ومر. والصالحون يرتجون ربهم في كل يوم لهم كر وفر، وليلة القدر لهم في عمرهم كل الليالي حيثما طاب السهر. فالحمد لله على هذا العطاء، سبحانه المانح من والى وبر، نرجوه فضلا دائما مباركا، دينا ودنيا حضرا أو في السفر. على النبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الأبر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الخاتمة والدعاء. والله لا نتمنى أن تنتهي هذه القصيدة، انتهت بسرعة، وكدت أن يعني أن تمل من قراءة لها أو صوتي أو كذا، وصوتي يتحشرج، ليس صوتي جميلا، تمنيت لو أن صوتي جميل ويعني هكذا أنشدها لكم بصوت عذب وحلو، ولكن قدر المستطاع إن شاء الله، المهم أن تكون القراءة فصيحة واضحة إن شاء الله. الخاتمة والدعاء. حمدا لرب مكرم بلغنا شهر العطاء الصرف شهرا معتبر، أوله الغفران وهو مطلب، والوسط الرحمة من رب أبر، والآخر العتق من النار التي يأوي إليها كل مخذول كفر، والعشر فيها السر من حيث بدا للصالح الأواب محمود السير، كم جدت فيها يا إلهي كرما بالفيض والإحسان في بحر وبر، أعطيت محتاجا وأوصلت الذي قد كان مقطوعا بما القلب جبر، أحييت ميت القلب والروح لمن ناداك يا مولاي في وقت السحر، كم معرض قد تاه في إعراضه وافاه وعد الغيث يهمي كالمطر، كم مدقع في العيش يشكو ما به من قلة الأسباب عانى وافتقر، أوليته الأرزاق يا مولى العطاء والفضل والإيناس بالمنح استقر، كم عاكف في الغي لا يدري بما يطويه سر الغيب من أمر القدر، وافاه فتح الله في غفلته في ليلة القدر التي تحوي الدرر. يا ربنا يا من إليه المشتكى فيما نعاني من سواك المدخر، من يكشف الأضرار إن حلت بنا والكرب والحرب الذي أضنى البشر، والفقر والعوز الذي عم القرى، والهم والغم الذي أعمى البصر، والمكر والتجويع في أرزاقنا، والهتك والإذلال في عرض الصور. والفسق في التعليم من حيث ابتدى، والدمج للجنسين مفتاح الضر، والجهل والتغريب في عاداتنا، والشك والتحريش ما بين الأسر،
يا ليلة القدر التي ما مثلها بين الليالي حظنا منك ابتدر لولا كريم الجود أهداك لنا بالمصطفى المختار ما حزت النظر كوني لنا عونا لنيل المبتغى فالمبتغى منا رضا المولى الأبر يكفي الرضا حظا إذا ما ناله عبد فقد حاز المقام المعتبر الرضا. اللهم يا رب ارض عنا، اللهم ارض عنا يا رب. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم ارض عنا في هذه الليلة المباركة رضا ما بعده رضا يا رب. يا الله يا رب ارض عنا، ارض عن عبادتنا، اللهم ارض عن أولادنا، اللهم ارض عن زوجاتنا، اللهم ارض عن آبائنا، اللهم ارض عن أمهاتنا، اللهم ارض عن مشايخنا، اللهم ارض عن كل من أوصانا بالدعاء يا رب العالمين. يكفي الرضا حظا إذا ما ناله عبد فقد حاز المقام المعتبر مولاي شهر العتق يطوي ثوبه عنا ولا ندري بما عنه عبر من كان مقبولا على ما شابه أو من ترى المردود من سوء السير من حظه الخذلان في شهر العطاء أو من ترى المرفوع في أعلى الديار وفر إلهي حظنا والطف بنا لطفا جميلا واجعل الخلد المقر واسبل علينا سترك الضافي على عز وتيسير وعون وظفر كم جدت يا مولاي في شهر العطاء منحا تساوى بين مقبول وبر حبب إلينا عملا ترضى به فالحال لا يخفى وقد عم الضرر صرنا خرافا بين ساحات الفناء أو مثل بهم دون ما راع زأر. هذا حال أمتنا اليوم، يصور الناظم حال أمتنا أن أصبحنا كالخراف لا ليس لها راع يزأر، ليس لها قائد يزأر ويدافع عنها. اللهم يا رب ليس لنا إلا أنت يا الله، فانظر إلينا بعين الرحمة والرأفة يا رب. إن أمتنا اليوم كما ترى حالها حال مبكٍ وحال مؤلم يا رب. صرنا خرافا بين ساحات الفناء أو مثل بهم دون ما راع زأر هل غارة مولاي تجلي كربنا فالأمن والإيمان يجلي للكدر في ليلة فاقت على ألف مضت من أشهر الأزمان يسر ما عسر هيئ لنا الأسباب واكرم جمعنا واربط عرانا بالنبي طه الأغر صلى عليك اللهم صلى عليك اللهم الليل سجى والآل والأصحاب ما الفجر ظهر على النبي المصطفى وآله وصحبه صلاة مولانا الأبر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله بدون تعليق. اللهم يا رب إنا نشهدك أننا قد سامحنا كل من أخطأ معنا يا رب، إنا سامحنا كل من أخطأ معنا سواء علمنا أو لم نعلم، كل من اغتابنا سامحناه لأجلك يا الله، كل من اغتابنا سامحناه لأجلك يا الله، كل من ضرنا بكلمة سامحناه لأجلك يا الله. إنك عفو كريم فاعف عنا جميعا يا ربي في هذه الليلة، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحبة، والله إن القلب لا يريد أن يفارقكم ولا يحب أن يفارقكم، ولكن ماذا نقول، ماذا نقول إلا أن أطلب منكم الدعاء أيضا حتى ينالني منكم طرف دعاء، فلعل بعضكم يكون أقرب إلى الله عز وجل فمني، فلقد كثرت ذنوبي وكثرت معاصي وكثر تقصيري. أسأل الله عز وجل أن يرحم تقصيرنا، أسأل الله أن يرحم وقوفنا بين يديه. أيها الإخوة الأحبة، ليلة مباركة طيبة. في ختامها لا أستطيع أن أقول إلا أستودعكم الله، ولا تنسون من الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.